بس قرب المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأسئلة اللي تفضل بها الأخ، المؤسسة العسكرية مثل ما تفضل معالي وزير الداخلية متمثلة بالجيش العراقي، والجيش العراقي تم حله بعد سقوط النظام عام 2003 من قبل بريمر. من انحل هذا الجيش بقينا تقريبا فترة أقل من سنة بدون جيش. واضح؟ بقينا أقل من سنة بدون جيش، وبدأنا في منتصف 2004 بتأسيس جيش جديد. هذا الجيش الجديد تأسس في ظرف كان غير طبيعي. بدأت القاعدة بدأت تنشط، أيضا مشاكل سياسية كانت، يعني السياسيين اللي قدموا من خارج العراق وصلوا إلى العراق وصارت إشكالات، صارت يعني أمور طائفية وعنصرية، وتشكيل الجيش لم يبنى على أسس صحيحة، وأنا أتحمل المسؤولية. يعني حتى كتخطيط حجم الجيش لم يخطط له بشكل صحيح. المهم بدأ هذا الجيش في محاربة القاعدة وأنتم تعلمون، وأيضا بعد القاعدة حدثت يعني موضوع داعش. يعني داعش تمكن من احتلال ثلث مساحة العراق المتمثلة بالمحافظات الشمالية والمحافظات الغربية، والحمد لله هب الشعب العراقي، هبت رجل واحد، والجيش كان المؤسس يعني تعتبر العمود الفقري، وحشد وشرطة اتحادية ومكافحة الإرهاب وشرطة محلية ويشمرد، وكل النظوم الأمنية قاتلت بإسناد ايضا من التحالف. احنا لا ننسى هذا الموضوع، انه التحالف قدم لنا اسناد جيد وتمكننا من طرد هذا العدو خارج الحدود بفتره قياسيه لم تزد عن 3 سنوات و3 اشهر. وانتم كلكم تعرفون بانه هناك دوائر يعني قدرت بانه العدو لا يمكن ازاحته بمده لا تقل عن 6 سنوات على الاقل، قسم قالوا 10 وقسم قالوا اكثر، والحمد لله تمكننا بوقت قياسي من طرد هذا العدو خارج الحدود. بالنسبة للمؤسسة العسكرية، أنا مو لأنه أنا ابن هذا المؤسسة وجزء من المؤسسة وأصبحت وزير الدفاع يعني أريد أن حازلها، لا. تدخل السياسة فيها قليل جدا، تدخل السياسة وأنا مسؤول عن كان قليل جدا. أنا صار لي 1 سنة و3 أشهر وزير، ثق فلاك واحد ضغط علي أو أمرني بنقل ضابط أو مسؤول أو قال لي عيل لي هذا المنصب أو كذا، والله العظيم أبداً. وكنت أتلقى يعني اتصالات من مسؤولين كبار، بس أشرح لهم وأبرر لهم، أقول لهم مثلاً هذا الضابط غير مستوفي للشروط، هذا الضابط مثلاً خط خدمته مثلاً غير كامل، وبالتالي أقنعه اللي براسي أسوي مثل ما يقول أبو المثل العام. فتنفي تدخل السياسة بشكل تام؟ أي تدخل ماكو، أي تدخل سياسي بالمؤسسة العسكرية ماكو، لكن المؤسسة العسكرية نشأت في بيئة غير مناسبة، وبالتالي لم نتمكن من 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 النهوض بها بالشكل اللي احنا نطمح له، بس الحمد لله والشكر احنا هسه نقدر نقول عندنا مؤسسة عسكرية مقبولة. مقبول. يعني مستواها نقدر نقول فوق الوسط. هاي بالنسبة للمؤسسة العسكرية. ملف السيادة أخي، احنا عندنا مشكلة. المشكلة احنا سويناها. الامريكان احنا جبناهم، من جاب الامريكان؟ احنا قلنا استجدنا بيهم صدام، كان ظالم، كان دكتاتور، كان قاسي، وطلبنا من الامريكان وتمكنوا من اسقاط صدام في فتره لا تزيد عن 22 يوم. وبدات المشاكل بعد هذا الموضوع، فموضوع السياده احنا هسه مرتبطين بقوانين ومرتبطين بمعاهدات ومواثيق. احنا سياده عندنا سياده، بس موجود اكو قوه موجوده هذه بطلب من الحكومه العراقيه. يعني احنا لما داعش سقط ثلث العراق وبدا يضغط ووصل الى اطراف بغداد وكاد ان يسقط كردستان، تدخلت الدول وشكلوا التحالف، والتحالف جاب يعني بامر او بطلب من الحكومه العراقيه وقدم اسناد. انا اقول لك يعني قدم اسناد، بس احنا لازم يعني نصبر. يعني تدري امريكا من تجي تتدخل ببلد او 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 تسند بلد او تقدم مساعده البلد مو بسهوله تطلع، يعني تخرج، لازم طرق
سليمة، طرق سياسية صحيحة، وبالتالي لازم نوازن بين مصلحة البلد وبين السيادة. يعني أنا أشوفها معاليك يعني ليش خلل فهو قليل جدا. يعني ليش تختزل السيادة فقط في الجانب الأمريكي؟ البعض من يرى الجانب الآخر. شنو الجانب الآخر؟ الجانب التركي. خوي التركي هذا واحد، هذا التركي أكو خروقات، هاي نسميها هذه خروقات، والخروقات لها مبررات. لها مبررات؟ أخي عزيزي، أكو عندهم حزب اسمه البككة. هذا الحزب موجود في شمال العراق، متواجد في قسم في شريط من الحدود الدولية مع تركيا. إحنا تربطنا بتركيا حدود دولية طولها 351 كيلومتر، وبأراضي وعرة، وموجودة تحديداً في شمال كردستان. يعني هسه الحدود الدولية تبدأ من الخابور، من نهر دجلة، وإلى المثلث العراقي التركي الإيراني. ف تصير عمليات بالتنسيق، يعني مع هو مو تنسيق بس احنا بصراحه اكثر من اجتماع قلنا لهم انه من تريد مثلا تعالجون اهداف او شيء لازم تنسقون، واحنا هسه اتفقنا معاهم راح نشكل مركز تنسيق مشترك. قيل ان السفير التركي السابق وليس الحالي عندما كان يسال يقال بالتنسيق مع الحكومه، والحكومه لا تصدر ما يعني يكذب هذا الكلام. هو اكو تنسيق بس مو فيما يخص الضرب، مو بكل الحوادث، مو بكل الحوادث اكو تنسيق، بس اكو تنسيق، اكو تنسيق مع تركيا في ضرب البكك. اكو اجتماعات وبحثنا هذا الموضوع. وانا اصلا اول ما استلمت الوزاره التقيت بالسفير التركي السابق، مو هذا، وحكيت معاه كلام. قلت له تقبل احنا نروح نضرب الدواعش اذا هم وعدكم؟ لا، قلت له نتوغل احنا مثل ما تتوغلين بالشيخه. قلت له انا هسه عندي معلومات انه اكو عناصر من داعش بطريقه مباشره او غير مباشره موجودين في تركيا، هل يجوز اني اروح اعالج هؤلاء بدون ان انت تدري مثلا؟ وما قدر يجاوبني. انا اقول لك هذه بس لا تربطها انه هذه خلل في السياده، ابدا مو خلل في السياده. لا ابدا ابدا، هاي تختلف. احنا سؤالك السياده ما يتعلق بالاجنبي، وجود الاجنبي وش وقت يطلع الاجنبي، هو هذا الموضوع مال السياده. السؤال الثالث وظيفه الجيش هي حمايه الحدود والدفاع عن ارض الوطن، هذا المهمه الرئيسيه. المهمه الثانويه هي يعني اسناد وزاره الداخليه والقوات الاخرى في حمايه الامن الوطني. يعني احنا هسه حاليا جزء من قطاعاتنا على خط الحدود، والجزء الأكبر هو أمن داخلي. طبعاً هو قد يسأل أحدكم يقول مثلاً إنه الجيش ليس واجبه، لا بالعكس، الجيش له واجبات رئيسية وواجبات ثانوية موجودة بالكراسة. أحد الواجبات الثانية هو حماية الدفاع يعني عن الأمن الداخلي، أو حماية الأمن الداخلي، أو حماية المؤسسات. فبالنسبة لوظيفة الجيش، هي وظيفة الجيش، والجيش هسه حالياً القسم الأكبر منفتح في شمال وغرب العراق لمعالجة ما تبقى من خلايا داعش الموجودة بعد 2017. شكرا معالي وزير الدفاع.